شعبة المعلومات لا شك قامت بعمل كبير في مكافحة المخدرات، قامت بعمل كبير بكشف عمليات الخطف، تقوم بعمل كبير بكل الأراضي اللبنانية، وأنا كنت سميتها شعبة الإنجازات، وهذا شيء صحيح. إنما الموضوع لا يتعلق بشخص معين، وتعاطي وزير الداخلية وتعامله مع مؤسسة قوى الأمن الداخلي لا علاقة لها بالشخصانية ولا بالأشخاص. موضوع موضوع التعديل في تركيبة أو في البنية العضوية للشعب في مؤسسة في قوى الأمن الداخلي، هذا موضوع قانوني أصلاً موجود بالقانون يلي هو موجود بقانون تنظيم قوى الأمن الداخلي، القانون 17، لجهة خضوع مؤسسة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لسلطة وزير الداخلية، المادة 2 والمادة 10. يعني أخل بالقانون اللي واقع مع موضوع رسمي. تعديل التنظيم العضوي لقوى الأمن الداخلي ليصير بده مرسوم بعد موافقة مجلس الوزراء بناء الاقتراح وزير الداخلية، بعد استطلاع رأي مجلس القيادة واستشارة مجلس شورى الدولة. هودي الخمسة بدهم يصيروا لحتى يكون بالإمكان أنه نحن نعدل بالتنظيم العضوي، لما ولا وحدة من هالخمسة صاروا. ومدير عام قوى الأمن الداخلي عمل قرار منفردا بهذا الموضوع، فنحن قلنا له لمدير عام قوى الأمن الداخلي بوضوح، لأنه صلاحية مدير عام قوى الأمن الداخلي ولو كانت تحت سلطة وزير الداخلية، إنما حتى الصلاحية غير متوافرة. نحن بوضوح وجهنا كتاب كتير واضح، وهذا الكتاب هو موقفنا من الموضوع، ودعينا مدير عام قوى الأمن الداخلي لإلغاء هذا الأمر اللي هو قايل بالأمر أنه يعمل فيه لحين صدور أمر معاكس. أما بالنسبة لموضوع السوابق اللي قلتيها، لم تحصل سوى سابقة واحدة. السابقة الواحدة كانت على قبل أيام الوزير الحالي صح. وقبل أيام المدير العام الحالي، وهيدا شيء يعني اللي صار فيه. قبل معتبره أنت مش على أيامك، معتبره مخالفة للقانون، لذلك لا تريد مخالفة القانون اليوم. يلي صار قبل واضح أنه هو مخالفة للقانون، حصلت برضا الوزير في حينه والوزير لم يعترض عليها. إنما أنا ما بقبل أنه هذه السابقة المخالفة للقانون أن تحصل على أيامي، وأنا موقفي بهذا الموضوع. رئيس الحكومة على علم بما يحصل وأنتوا اجتمعتوا؟ طبعاً رئيس الحكومة على علم بما مأيدك يحصل. مأيدك أو مأيد اللواء عثمان؟ رئيس الحكومة موقفه يسأل عنه دولة رئيس الحكومة. الاجتماع يلي قلتي عنه واللي يجري التزرع به والذي حصل في منزل رئيس الحكومة صح. قبل صدور المذكرة عن اللواء عثمان حصل حول موضوع قيادة معهد قوى الأمن الداخلي، ولم يجري التطرق خلال هذا الاجتماع، ولم يجري التطرق أمام رئيس الحكومة إلى أي موضوع يتعلق بوحدة الأركان أو بشعبة المعلومات.